كنت تايه ومش عارف اعمل ايه. ازاي اصدقها وانا مش مقتنع بكلمه واحده من اللي بتقوله؟ كلامها بالنسبه لي كان شبه افلام الفانتازيا اللي لا بتفرج عليها ولا بطيقها. ده انا في مره صحيت من نومي في عز الليل لقيتها قاعده على الارض بتعيط. قلت عادي يمكن اتكعبلت وهي ماشيه او اتخبطت او وقعت او حاجه. بس لما قربت منها علشان اطمن عليها صرخت في وشي وفضلت تزعق لي: ابعد عني وما تقربليش، ابعد عني وما تقربليش، اياك تيجي جنبي، اياك تيجي جنبي. ساعتها قعدت على الارض قدامها وبصيت لها باستغراب. ما كنتش فاهم ايه اللي وصلها للحاله دي. احنا ما كناش كده طول فتره الخطوبه، كنا متفاهمين قوي. انا مش عارف ايه اللي حصل لها وشقلب حالها بالشكل ده. ايه اللي خلاها بتكلمني عن خيال بتشوفه، اصوات بتسمعها؟ ولما احاول اطمنها واقول لها ان مفيش حاجه موجوده من اللي بتقوله بتصرخ وبتبعد عني بالكام يوم. انا كل اللي انا عارفه في الحكايه دي اني تعبت وما بقتش قادر اكمل، مع اننا لسه متجوزين من فتره قريبه. بص، انا هحكي لك الحكايه من الاول وعاوزك تحط نفسك مكاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة ومستوحاة من أحداث حقيقية ومن كتابة ليزا زغلول، وطويلة حبتين وفيها كلام كتير وتعقيدات كتيرة، ولكن كلها يعني هتكون مصدر صدمة ومصدر استغراب لينا كلنا، فخلينا نسمع لحد الآخر علشان التقيل كله جاي. قبل ما نبدأ بس تأكدوا أن أنتوا عملتوا لايك علشان الحاجات دي بتفرق، وتأكدوا أن أنتوا دخلتوا شفت البوست اللي أنا نزلته على القناة هنا واللي بيقول أن في لايف جاي كمان يومين تقريبا. محضر لكم حاجة كده تليق بيكم، فحرصوا ان انتوا تكونوا موجودين وعارفين الميعاد بتاع اللايف امتى. يلا بينا نكمل. كنت قاعد في مكتبي كالعادة وسرحان. كنت سرحان في موضوع الجثة اللي لقيناها غرقانة ما بين الصخور على البحر من فترة، وده طبعا بعد ما جالنا بلاغ من بعض الشباب اللي بينزلوا البحر في المنطقة دي وقالوا ان هم لقوا دراع بشري ما بين الصخور. وقتها فورا الدنيا اتقلبت وطلعوا جثة لشاب كانت فعلا محشورة في منطقة قريبة من نفس المكان اللي لقوا فيه الدراع. الجثة كانت ملامحها ضايعة وشبه بايشة، وباقي الجسم منفوخ من المية. كان صعب جدا التعرف على صاحب الجثة في الحالة دي، بس كإجراء روتيني رجعنا كل بلاغات الاختفاء وطلبنا من بعض الأهالي اللي سبق وبلغوا باختفاء ولادهم إنهم يعملوا فحص DNA علشان نتأكد من هوية الجثة، وللأسف لحد دلوقتي معرفناش نوصل لأي حاجة. وبعد ده كله ما كانش موجود في المنطقة اللي غرق فيها الشاب ده أي حاجة تثبت هويته، وساعتها كان في احتمالين قدامي لغرقه. الأول يا إما الشاب ده كان بيعوم عادي جدا في مكان مختلف وغرق لسبب ما والموج سحبه لهنا بين الصخور، والاحتمال التاني إن الشخص ده كان قاصد ينتحر وعلشان كده ما كانش معاه حاجة تثبت هويته. أصل موضوع الانتحار ده كتر قوي بين الشباب، بقوا بيتعاملوا معاه على إنه حل سحري علشان يتخلصوا من كل مشاكلهم اللي مش قادرين يواجهوها. وبعدين أصلا الشط ده معروف من زمان إن هو مش مجهز لاستقبال الناس اللي عاوزة تنزل البحر، وعلشان كده كنت ميال لفكرة انه قاصد ينتحر. يعني الحوار مش صدفة. فضلت قاعد افكر في السبب اللي ممكن يخلي انسان ينهي حياته بالشكل ده. ممكن مثلا كان بيمر بقصة حب فاشلة او وظيفة انطرد منها، مش عارف، بس احساس ان الانسان تهون عليه نفسه فيأذيها احساس مرعب ومفيش ليه اي مبرر. احنا ارواحنا دي مش ملكنا علشان نقرر نخلص منها كده كاننا بننتقم من اللي حوالينا في نفسنا. وفي وسط زحمه الافكار والكركبه اللي في دماغي باب المكتب خبط والظابط حامد دخل من غير ما احس بيه. وساعتها اتفاجئت بيه وهو قاعد قدامي وبيشاور لي بايديه الاتنين. فوت من سرحاني وبصيت له بتركيز وهو بيقول لي: ايه اللي واخد عقلك يا محمد بيه؟ ماشي يا عم، ما انت عريس جديد برضه ولسه نازل الشغل، حقك تفكر فيها. اقعد يا حامد وبطل تهريج، اللي بتتكلم عليها دي اختك. الله، وهو انا غلطت فيها؟ ده انا بقول انها واخد عقلك وشغلك حتى بعد الجواز. بس قولي صحيح، عجبك طبخها ولا لسه ما جربتوش؟ احنا لسه راجعين من كام يوم، وبعدين ما انت عارف اننا قاعدين عند ماما على ما التعديلات اللي بيعملوها في العماره اللي فيها شقتنا ما تخلص.
آه قلتلي ده انت هتنبهر، بس اصبر على رزقك اصبر. انت بتخوفني من طبيخها ولا ايه؟ لا خالص يا باشا، انا بديك نبذه بس عن اللي مستنيك. طيب انجز بقى وقولي، تقرير الطب الشرعي بتاع الجثه بتاعت الشاب اللي لقيناه ده طلع ولا لسه؟ طلع، بس ايه، ما تنقطنيش بالكلام وقولي اللي عندك مره واحده. حاضر يا باشا، الشاب ده ما ماتش غرقان ولا منتحر زي ما انت كنت مفكر من البدايه. الواد ده مات مقتول. مات مقتول؟ ازاي يعني؟ والله باشا زي ما بقولك كده، هو تحديدا مخنوق، وبعد اللي خنقه ومتأكد ان هو مات اتخلص من الجثة ورماها في البحر، واكيد الموج سحبه للمنطقة دي، وعلشان كده ما كانش فيه اي بلاغ عن غرق حد بمواصفات الشاب ده. طيب وتحريات وتفريغ الكاميرات اللي على البحر في نفس المنطقة؟ والله ما فيش اي اثر لاي حاجة غريبة حصلت في التوقيت اللي الطب الشرعي حدده لوقوع الجريمة. طيب والعمل ايه يا حامد؟ مفيش عمل، دي جثة مجهولة ما استدلناش على هويتها، يعني مفيش حاجة بإيدينا نعملها، ولا حضرتك شايف إيه؟ خلاص أنا هطلع أمر بدفن الجثة، وفي الأغلب هتتأيد ضد مجهول. ما تضايقش نفسك، حق الواد ده ربنا هياخدهوله، إحنا مفيش في إيدينا حاجة. كله على الله حامد، ربنا كبير، والكبير عنده الحقوق ما بتضيعش. بالظبط كده، ابقى هات بقى نورة وتعالوا تعشوا معانا. حاضر، لما اروح هقول لها، ولو ظروفنا تمام هنيجي ان شاء الله. تمام يا باشا، هطير انا بقى علشان اكمل شغلي. ماشي حامد، لو في جديد بلغني. حاضر يا باشا، سلام عليكم. بعد ما رديت عليه السلام وخرج من المكتب، غمضت عيني وحاولت افصل وارتاح، ولكن كالعاده مفيش في الشغل راحه. انا اتسحلت في تحيات تانية لحد ما اليوم خلص، ومع نهايه اليوم روحت البيت عند امي وانا مصدع وفاصل. وأول ما وصلت مراتي استقبلتني وقالت لي إننا معزومين في بيتهم على العشاء. يلا ربنا يسامح حماتي اللي طلعتها في دماغ نورة مراتي، وأمي كمان اللي فضلت تشجع فينا إن إحنا نروح. وفعلا ما قدرتش أرفض لهم طلب. أنا يا دوب غيرت هدومي وخدت شاور وشربت كوباية القهوة ونزلنا على طول. تعشينا وقضينا سهرتنا ورجعنا على البيت. كانت ماما اتعشت ونامت. ورغم نومها صحتها علشان أتأكد هي خدت دواها ولا نسيت كالعادة. ولما اطمنت عليها واديتهولها دخلت نمت انا كمان في الاوضه بتاعتنا. بس ساعتها وانا بغير هدومي طلبت من نوره تعمل حسابها علشان بكره بعد الشغل هعدي اخدها ونروح شقتنا. اصل احنا محظوظين شويه، قبل الفرح بيوم اتحاد الملاك قرروا ان هم يعملوا شويه ترميمات في العماره، وعلشان كده خطفنا يومين في شرم ورجعنا على امي لحد ما الدنيا ما اتظبطت. كانت مبسوطه والدنيا مش ساعاها من الفرحه لما عرفت اننا هنروح شقتنا. سبتها بتقلب في الموبايل ونمت علشان كنت هموت من التعب، وما حسيتش بنفسي غير الصبح. كنت سامع صوت الموبايل، وفي نفس الوقت كانت نورة بتنادي عليا، صوتها كان بيروح ويجي. فتحت عيني وقفلتها كذا مرة لحد ما استوعبت انها قاعدة جنبي وبتحاول تصحيني. وبمجرد ما بصيت لها بصيت لي هي كمان بس بضيق. صباح الخير، ايه النوم ده كله؟ يلا اصحى علشان ما تتأخرش على الشغل، ده تليفونك ما بطلش رن وحامد صدعني علشان اصحيك. صباح النور يا حبيبتي. معلش اصل كنت جعان نوم وما حسيتش بنفسي. طيب قوم بقى وفوق كده وانا هعمل لك فطار خفيف مع النسكافيه بتاعك، يلا علشان ما تتاخرش. ماشي يا حبيبتي، واه ما تنسيش اننا هنمشي النهارده. مش ناسي يا حبيبي، بس انت عرفت طنط؟ اه قلت لها بالليل اننا هنمشي بعد ما ارجع من الشغل. طيب تمام قوي، ودلوقتي يلا بقى قوم علشان ما تتاخرش. حاضر حاضر، قايم اهو. خرجت هي من الأوضة علشان تعملي الفطار، وأنا قمت دخلت الحمام وخدت شاور سريع كده وفطرت ونزلت الشغل. كان يوم طويل وصعب جدا، بس وجود حامد بيعمل جو لطيف وإحنا بنحقق. أصله بصراحة دمه خفيف قوي وحس الفكاهة عنده عالي، مش عارف ده بقى ظابط إزاي، بس يلا ما علينا، هو ممتاز في شغله، ودي شهادة حق معترف بيها من قبل ما أعرف إن نورة تبقى أخته. أبو المناسبة، نورة مراتي عندها حامد وعلياء ودول إخواتها بس مش شقايق. في المجمل علاقتهم كانت ممتازة، وعمري ما حسيت إن طنط فاطمة مامة حامد بتعامل نورة على إنها بنت جوزها. بالعكس، دي بتعاملها زي علياء ويمكن أحسن. وعلشان كده أنا بقولها حماتي وبعتبرها زي أمي بالظبط من غير أي مبالغة. المهم خلصت شغلي وعديت على بيت أمي سلمت عليها، وخدت نورة وطلعنا على شقتنا. خيرا بقى هستقر في شقتي اللي تعبت وطلع عيني في تجهيزها.
العمارة كان شكلها متغير شوية بحكم التعديلات اللي كانوا بيعملوها، وبعد ما طلعنا رتبنا الحاجات اللي كانت معانا، ونورة حضرت العشاء وقعدنا ناكل. كانت ليلة لطيفة لحد ما نورة صحتني من النوم وقالت لي: محمد محمد قوم يا محمد، اصحى بسرعة. قمت من النوم مخضوض وبصيت لها وقلت لها: مالك؟ في ايه يا حبيبتي؟ في حاجة في الدولاب. حاجة ايه اللي في الدولاب؟ معرفش، بس في حاجة بتتحرك. ركز، انت مش سامع الصوت؟ جه في بالي ساعتها ان ممكن يكون فار دخل من المنور ولا حاجة، فقمت من على السرير وقربت من الدولاب. فضلت واقف قدامه كده ساكت خالص، بس ما كانش فيه اي صوت طالع منه. عد دقيقة او اتنين والوضع لسه زي ما هو. بعد كده رجعت بصيت لنورة وقلت لها: يا بنتي ما فيش صوت ولا اي حاجة اهو، ما تشغلينيش بقى، انا عاوز انام. طب استنى، خليك واقف مكانك وانا هطفي نور الاباجوره ونسمع لو في صوت ولا لا. ماشي يا ستي، اطفي النور وخلينا نخلص. بعد ما عملت كده مفيش حاجه اتغيرت برضو، وانا كنت على اخري منها، بس فضلت واقف وساكت كام دقيقه، وبعدهم من غير ما اتكلم قربت من السرير وفردت جسمي على نفس الناحيه اللي كنت نايم عليها، شديت عليا البطانيه ونمت بدل ما يجرى لي حاجه بسبب جنانها اللي في نص الليل ده. ولكن مفيش، معداش كام دقيقة وعناية كانت لسه هتروح في النوم، وقتها سمعت صرختها اللي فزعتني وخلتني قمت اتنطرت وقفت على السرير. ايه البيت بيقع؟ قلتلك في حاجة في الدولاب وانت ما صدقتنيش، انا سمعت الصوت تاني اهو. استغفر الله العظيم يا رب، اغزي الشيطان يا نورة وتعالي جنبي خلينا ننام في ام الليلة دي. هو انت ليه مش مصدقني؟ بقولك في حاجة في الدولاب. نزلت من على السرير وقربت من الدولاب فتحته، وساعتها بصيت لها بنفس صبر وقلت لها: مفيش حاجه جوه اهو، ممكن بقى تهدي وتتبطي وتعدي الليله دي على خير. طيب دور كده في الرفوف دي، يمكن في حاجه مستخبيه في وسط الهدوم. بس كده؟ مش ده اللي هيريحك؟ عناي. حاضر. في لمح البصر كان كل اللي في الدولاب نزلته على الارض، سواء هدوم، ملايات، فوط، كل حاجه نزلتها على الارض. كانت واقفة بصالي باستغراب وملامح الغضب بانت على وشها بعد ما كانت خايفة، وراحت قايلالي: انت مجنون يا محمد، ايه اللي انت هببته ده؟ بشتري راحتي، كل اللي في الدولاب على الارض والدولاب قدامك اهو فاضي وما فيهوش حاجة، خلي ام الليلة دي تعدي بقى وتتنيل علشان عايزة تخمد. قلت لها الكلمتين دول وبصيت حواليا بانفعال وشط الهدوم اللي على الارض برجليا وسبت لها الاوضة. خرجت نمت يومها في اوضة الاطفال وترميت على السرير ورحت في النوم، ومصحتش غير تاني يوم الصبح على صوت خبط على باب الأوضة. فقت وبصيت حواليا وحاولت أفتكر إيه اللي نيمني هنا، ومع صوت الخبط اللي كان بيتكرر على الباب قمت مسحت وشي، فتحت لها الباب اللي كنت قافله عليا علشان أعرف أنام بهدوء، وكان باين على وشها إنها ما نامتش لأنها ما كانتش قادرة تفتح عينيها. كنت لسه أقولها تخش تنام في الأوضة دي مادام حاسة بقلق ومش عارفة تنام هناك، بس هي ما ادتنيش فرصة. نورة لفت وشها وقالت لي وهي ماشية: أنا حضرت لك الفطار في المطبخ. قلت لها: طب مش هتفطري معايا طيب؟ ردت وقالت لي: لا ماليش نفس، ابقى افطر لوحدك. طب نورة أنا ما كانش. دخلت الأوضة وقفت على الباب بصت لي ببرود كده، وبعدها راحت قافلة الباب في وشي من غير ما تسمع بقية كلامي. ساعتها رحت الحمام خدت شاور وطلعت فطرت، وقلت أدخل أخد هدومي من الدولاب وألبس وأنزل. خبطت على الباب ولما ما لقيتش رد منها فتحت ودخلت، وبعد دخولي اتصدمت من شكل الأوضة. أنا ما كنتش في وعي وأنا بنيل كل ده. أما نورة فكانت نايمة على حرف السرير وشد عليها الغطا. اتنهيت وقربت من السرير وقلت لها: معلش يا نورة أنا آسف، هشوف حد يجي يرتب الحاجات دي، ما تتعبيش نفسك في ترتيبها. بصت راسها وكنت فاكر إن أنا كده هصالحها، بس هي ساعتها ادتني ظهرها وفضلت مكمله في وصله البرود بتاعتها. اما انا فبصيت على الارض وما كنتش عارف هطلع حاجه البسها ازاي من وسط الهرجله دي. خطفت لي كده قميص وبنطلون لبستهم ونزلت على الشغل، وهناك خلصت التحيات اللي كانت ورايا واتصلت بيها، بس طبعا فين وفين لما ردت عليا، ومن صوتها عرفت انها لسه زعلانه، وبكده ما كانش قدامي ساعتها غير اني اعزمها على الغدا بره كمحاوله للصلح، ولكن للأسف رفضت وقفلت التليفون في وشي. أنا ما كنتش مستوعب الموقف اللي حصل، كنت حاسس إنها وقتها مكبرة الموضوع شويتين تلاتة، وحاولت أطول بالي معاها على الآخر،
مش معقولة يعني هنعمل مشاكل في أول كام يوم لينا مع بعض في شقتنا. وبسبب كل ده جبت لها ورد وشوكولاتة وأنا مروح وحاولت أراضيها. وفعلا الحمد لله بعد كام محاولة كده ربنا كرم وصالحتها وجبت لها حد يرتب الدولاب. وبعد اللي حصل ده عدى أسبوع. أسبوع كل يوم فيه كانت بتصحيني في عز الليل وهي معيطة وبتشتكي من نفس الموقف. في صوت جاي من الدولاب يا محمد. لدرجة إن أنا شكيت إن الأوضة مش عاجباها وعايزة تغيرها. وبسبب عمايلها سألتها بهدوء لو حابة تغيرها. بس هي ما ادتنيش عقد نافع. فضلت تتكلم على الصوت اللي هي بتسمعه في الدولاب وبس. وعلشان كده قررت إن أنا أنام يوم لوحدي في الأوضة دي وخليها هي تنام في أوضة الأطفال علشان ما توترنيش. والحمد لله الليلة عدت عادي جدا من غير ما أسمع أي حركة في الدولاب. وتاني يوم لما صحيت كانت متاخدة ومستنياني أقول لها بقى إن أنا سمعت وأكد على كلامها. بس ملامح وشها كان باين عليها الصدمة قوي لما قلت لها أنا ما سمعتش حاجة غريبة ولا لقيت مبرر ولا تفسير حتى لكل اللي انت بتحكيه عن الصوت بتاع الدولاب ده. هي نفسها استسلمت للأمر الواقع ولقيتها بتقول لي يمكن دي تهيؤات من تغيير المكان، بس التهيؤات مش هتتكرر مرة واثنين وتلاتة. أنا خايفة اتجنن ولا يكونش حد عمل لنا حاجة في الشقة. هنبدأ بقى نستهبل ونرمي كل حاجة على الماورائيات وشغل الأعمال والدجل ده. بص يا نورة، انت حد عاقل ومتعلم وواعي، فبلاش حبيبتي دماغك تاخدك للطريق ده، لأن أنا أصلا مش بآمن بيه وممكن نخسر بعض بجد لو مشيتي فيه. انت بتهددني يا محمد؟ لا حبيبتي، أنا بفهمك طبيعة دماغي. يستحيل أسيبك تمشي ورا الهبل ده وتفضلي على ذمتي. أنا ماليش في الكلام ده ولا هسمح لمراتي بكده. تمام يا محمد، شكرا، رسالتك وصلت. وبس من اليوم ده، لا يوم ايه بقى، من نفس اللحظة دي حياتنا اتقلبت 180 درجة. نورة بقت حد تاني انا معرفوش، غريبة عني بكل ما تحمله الكلمة. عايشين في بيت واحد لكن كل واحد مع نفسه في قطه، حتى الاكل كل واحد بياكل لوحده. دي حتى اوقات مش بتطبخلي. برجع من الشغل ملاقيش ليها أي صوت، ولما أدخل أطمن عليها ألاقيها نايمة زي ما تكون في غيبوبة. وعدى شهر على الحالة دي وأنا صابر وساكت. وفي يوم كلمتها من الشغل وبلغتها إن أنا هجيب أمي تتغدى معانا وأنا راجع من الشغل. ولما قلت كده قبلت كلامي بكل برود وقالت لي ماشي، بس بقى هات أكل معاك بقى من بره علشان أنا مش هطبخ. فكرتها بتهزر لأن نورة بتحب أمي جدا وبتحترمها، يعني يستحيل تصغرني وتحرجني قدامها. كنت مراهن عليها بيني وبين نفسي، بس للأسف خسرت الرهان، لأني أول ما دخلت البيت لقيته زي ما هو على وضعه المتبهدل. وبعد دخولي أمي بصت لي باستغراب وقالت لي إيه ده يا ابني، هي الشقة عاملة كده ليه؟ هي نورة تعبانة ومش قادرة تنظفها؟ ماما، أصل بقالها كام يوم كده عندها دور برد في عظمها. معلش بقى، أنا هغير هدومي كده وأروقها حالا. لا يا حبيبي، انت اكيد جاي من الشغل تعبان، ادخل خد دش وارتاح وانا هنضفها. تنضف يا ماما؟ والله ابدا لا يمكن يحصل، هو انا جايبك علشان اتعبك؟ بس ياض يهبل، انت ده بيت ابني. ولو برضو اقعدي انت وانا اشوف حد من على ابلكيشن الخدمة يجي يروق البيت. هو انت غاوي تضيع فلوسك على الفاضي؟ زقتني جامد في الطرقة اللي ما بين الاوض وهي بتقولي ادخل يلا الحمام واسمع الكلام وانا هشوف مراتك واروق الشقة. حاضر يا مام، حاضر، ما تزوقيش. طيب ابتسمت ودخلت الحمام وقفلت على نفسي، ولأول مرة حس بالندم. معقولة اتسرعت لما ارتبطت بنورة وتجاوزتها؟ معقولة طول الفترة دي بتدعي المثالية وهي شخصية مستهترة بالشكل ده؟ لا أكيد في حاجة غلط. خدت الشاور بتاعي وطلعت من الحمام، لقيت نورة وماما في المطبخ. نورة كانت قاعدة على الكرسي وأمي واقفة قدام البوتاجاز. تجاهلت نورة خالص وقربت من أمي وبوست دماغها وقلت لها بتعملي إيه يا حبيبتي كده؟ هاتي عنك. وسع كده يا واد أنت، أنا مخصماك. ساعتها وشي اتقلب وبصيت لنورة بغضب، ما كنتش عارف هي قلبت عليا أمي كده إزاي. لكن وقتها أمي اتكلمت وقالت بقى علشان البنت تعبانة شوية تقوم سايب لها الأوضة وتنام في أوضة الأطفال، بدل ما تشيل مراتك في تعبها تسيبها صاحية طول الليل لوحدها وهي تعبانة، هتقولي ربنا إيه؟ ده هيحاسبك عليها لأنها أمانة في رقبتك. يا ماما انتي مش فاهمة حاجة. بصي أنا اسكت ما اسمعش حسك، نورة قالت لي على كل حاجة. وقالت لك ايه بقى؟ إن شاء الله
أنا لما دخلت أشوفها في الأوضة لقيتها تعبانة ومش قادرة ترفع دماغها من على المخدة ووشها يا عين أصفر. بالعافية قومتها وخرجتها من الأوضة، ولما جيت علشان أشوف لك هدوم تلبسها لما تخلص حمامك قالت لي إنك بقالك كام يوم واخد هدومك وحاجتك وبتنام في أوضة الأطفال علشان خايف يكون الدور اللي عندها ده كورونا ومش عايز تتعدي منها. في اللحظة دي بصيت لنورة بالراحة وطمنت إنها على الأقل ما قالتش إننا متخانقين ولا حكت حاجة عن اللي حصل مني لأقرب الناس ليا. واحدة غيرها كان ممكن تستغل الموقف وتطلعني قدام أمي شطان، بس الحمد لله اليوم عدى لطيف. ولكن نورة ما كانتش نورة، أكلتها ضعيفة، طول الوقت ساكتة ومش بترفع وشها من الطبق، بتتنفض لو سمعت أي صوت جنبها حتى لو خبطت المعلقة في الطبق. وفي آخر اليوم وصلت أمي ورجعت لقيت نورة كالعادة حبسة نفسها في أوضتها. ما كنتش عارف المفروض أعمل إيه، بس لأ مستحيل مهما حصل أمشي ورا كلام الأعمال والهبل ده. أنا أمسكت الموبايل واتصلت بياسر صاحبي، وياسر ده دكتور نفسي، طلبت منه أننا نتقابل بعيد عن جو العيادات، وفعلا حددت معاه ميعاد في نفس اليوم بالليل ونزلت علشان أقابله. حكيت له على كل اللي حصل بصراحة وهو كان متفهم جدا وطلب مني أن أنا أجيب له نورة العيادة، ولكن أنا عارف أنها هترفض ومستحيل تعمل كده ولو على رقبتها، وعلشان كده ما كانش قدامنا غير أننا نتحايل عليها. ونتحايل هنا مش معناها نتحايل، هي معناها نكذب. اتفقت مع ياسر ان هو يعمل فيها شيخ وان انا جايبه علشان اراضيها، وفعلا رحت معاه البيت وخليته لبس عبايته البيضه اللي ما بينزلش بيها من البيت غير يوم الجمعه، وبعد ما لبسها خد من ابوه سبحته الكبيره وجي معايا البيت. بالرغم كل الهم اللي كنت فيه ده الا ان شكل ياسر كان فظيع قوي وهو بيحاول يقلد الشيوخ، حقيقي ضحكني غصب عني. وقبل ما ادخل البيت رنيت الجرس وبعت لها رساله على موبايلها ان انا معايا حد غريب علشان لو قاعده بره الاوضه يعني. بعد كام دقيقه انتظار على الباب فتحت ودخلت انا وياسر. الشقه كانت زي ما سبتها بالظبط، ومعنى كده انها حتى ما خرجتش من الاوضه. قعدت ياسر في الصالون ورحت علشان ابلغها ان انا جبت لها شيخ والمفروض بقى تجهز علشان تطلع له يشوفها. بس وانا واقف على باب الاوضه سمعت صوت عياطها، كانت بتعيط بطريقة غريبة. فتحت الباب وأنا خايف من اللي ممكن يكون حصل لها، لقيتها قاعدة على الأرض بين السرير والحيطة وضم جسمها بإيديها وعينيها متعلقة على الدولاب. قربت منها أكتر، حرفيا جسمها كان بيتنفض. وقفت قدامها وحاولت أهديها وأطمنها، بس هي صرخت في وشي وهجمت عليا وفضلت تضرب فيا وتخربشني. طبعا ما كنتش قادر أمد إيدي عليها، اصلا انا مش فاهم هي بقت كده ازاي. في اللحظه دي دخل ياسر الاوضه على صوتها وهي بتصرخ، كان مفكر ان انا بضربها، ولما شافها بتحاول تخنقني جري عليها وبعدها عني. بعدها على طول قمت من على الارض وانا ببص على دراعي اللي كان بينزف وهدومي اللي كانت متقطعه. ووقت استغرابي من اللي حصل صدمني كلامها لما قالت لي بابتسامه بارده، هو موجود في الدولاب، ظهر لي وشفته. بصيت لياسر بصدمة وما كنتش مستوعب اللي أنا لسه سامعه منها، بس ياسر اتكلم بهدوء وقال لها مين اللي موجود يا نورة؟ معرفش معرفش، بس هو ظل أسود قصير، باب الدولاب اتفتح وأنا بين النوم والفوقان، كنت لسه مفتحة عينيا، بس وفي نفس الوقت أنا متأكدة من اللي شفته. أصل الباب لما اتفتح خرج من جوه الدولاب ظل أسود واختفى، ولما قرب من السرير حسيت بسخونية في جسمي كله كأن في حاجة بتحرقني، وعلشان كده نزلت قعدت على الأرض من كتر الخوف وكنت بعيط. طيب اهدي كده واحكي لي كل حاجة وأنا بعون الله هساعدك، هساعدك تخلصي من اللي انت فيه ده كله، بس لو حكيتي لي. إيه يعني انت مصدقني ومش مكدبني زيه؟ لا طبعا مصدقك، انت مش شايفه شكلك عامل ازاي. تعالي نكمل كلامنا في الصاله، وانت محمد غير هدومك وطهر الجروح اللي في دراعك دي وتعالى ورانا. لا 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 لا، انا مش عاوزاه يجي ورانا، هو لو قعد معانا مش هتكلم ولا هحكي حاجه. طيب خلاص روح يا محمد اعملي كوبايه قهوه، شكل القعده هنا مطوله. حاضر يا ياسر، قصدي يا شيخ ياسر. خرج هو من الأوضة وبعدها نورة بصت لي من فوق لتحت نظرة ما عرفتش أنساها ولا فسرها، مش فاهم كانت خايفة مني ولا زعلانة ولا قرفانة،
بس لما طهرت الجرح اللي في ايدي دخلت المطبخ وكنت سامعها وهي بتحكي له اللي بيحصل معاها. كانت بتعيط ومنهارة قوي. حسيت ساعتها اني ظالمها معايا. انا لا قادر اصدقها ولا عارف احللها مشكلتها. يمكن ياسر في الاخر يعرف يساعدني، يمكن، او انا بتمنى ده، بس ان كان اللي هيحصل انا مش هتخلى عنها. وعلشان كده خلصت القهوة ودخلتها. ساعتها ياسر كان بيقرا المعوذتين وهي بتردد وراه، وبعد كده مسك القهوة وخد منها شفطتين وقام وقف وقال لها: ان شاء الله هتبقي احسن يا مدام نورة، وزي ما قلتلك دومي على الصلاة والاذكار، وانا هعدي عليكي كمان كام يوم وهظبط قبلها مع محمد ان شاء الله. بعد كده حط القهوة على الترابيزة وقال لي: استأذنك بقى باشا علشان يدوب ألحق صلاة الفجر. اتفضل يا شيخ، تعال وصل حضرتك. الله يخليك، اكون شاكر جدا. خدت ياسر ونزلنا وقفنا قدام البيت. بصيت ساعتها على الأوضة اللي على الشارع ولقيت شباكها مقفول، فشدته بقوة من كتفه وانا بقول له: بتقولها تداوم على الصلاة والأذكار؟ في ايه يا ياسر؟ ده بدل ما تعقلها، انت صدقت ان انت شيخ بجد ولا ايه؟ مراتك عاقلة ومش بتعاني من مرض نفسي، ولو انت مصر ان فيها حاجة غلط فهتبقى مجرد هلاوس سمعية وبصرية، ودي ممكن تيجي بالعلاج. طيب ما تكتب لها العلاج. ما ينفعش، انتوا في بداية حياتكم، يعني وارد يبقى في حمل، والأدوية دي بتبقى غلط على الحامل. وبعدين بقى هعيش في الهبل ده كتير؟ صدقني لو الموضوع نفسي فهي اطمنت شوية لما قعدت معاها وقلت لها اني شيخ، ولو استمر الوضع كده يبقى في مشكلة ولازم مواجهة. ما ينفعش بقى ساعتها نكذب عليها ونقولها اني شيخ وبتاع. المريض النفسي لازم يبقى مدرك لطبيعة مرضه علشان يتعالج. يعني المطلوب مننا ايه؟ اعمل ايه في حياتي دلوقتي؟ اصبر عليها كام يوم وارجع نام معاها في نفس الأوضة، ما تسيبهاش لوحدها. ماشي تمام، هحاول اعمل كده وربنا يسهل الحال. تمام، ولو في جديد كلمني. ماشي يا ياسر، انا اسف ان انا سحلتك معايا وورطتك في حاجة زي دي. يا ابني بطل هبل بقى، ويلا اطلع لمراتك وخد بالك منها. طلعت لقيتها قاعدة في مكانها ما تحركتش. نظرتها ليا كانت تخوف. كل اللي عملته ساعتها اني قربت وبوست راسها وسألتها لو عاوزة تاكل معايا، وبرضو ما ردتش عليا، بس هزت راسها. وعلشان كده دخلت المطبخ وحضرت لينا احنا الاتنين عشا خفيف. عملت لها سندوتشات البرجر اللي بتحبها وقعدنا اكلنا. ولما خلصت هي اكل دخلت الحمام، وبعدها سحبت نفسها بهدوء على الأوضة. وانا روقت المطبخ وكنت داخل انام في أوضة الاطفال، بس افتكرت كلام ياسر. غمضت عيني ومسحت على وشي وقلت لنفسي: كلها كام ساعة وتقوم تروح الشغل، ما جاتش عليهم، تعال على نفسك وخليك جنبها. خبطت على باب الأوضة ودخلت. كانت ممددة على السرير وبصة ناحية الدولاب. اتفزعت أول ما لقيتني. حاولت أطمنها لكنها بصت لي باستهتار ودورت وشها. وقتها فردت جسمي على الناحية التانية من السرير وفضلت باصص للسقف ومش عارف أنا رحت في النوم إمتى وإزاي. كل اللي أنا عارفه إني صحيت كالعادة على صوت صريخها. قمت مفزوع وكنت لسه هزعق لها، لقيتها واقفة قدام الحيطة وماسكة سكينة وبتخبط بيها عليها زي ما تكون بتحاول تقتل ضلها. قمت بسرعة وحاولت أخدها منها بدل ما تأذي نفسها وأشيل ذنبها، بس للأسف أول ما قلت لها: نورة حبيبتي هات السكينة دي من إيدك، افتكر الشيخ ياسر قال إيه؟ لفت لي وقربت كام خطوة بهدوء، ومرة واحدة رفعت السكينة وكانت هتجيبها في وشي، بس أنا رد فعلي كان سريع واتفاديت السكينة. ساعتها ما حسيتش بنفسي وضربتها. أيوة أنا بعترف إن أنا في اللحظة دي ما كنتش في وعي، يمكن دي أول مرة أمد إيدي فيها على واحدة ست عموما، بس هي عاوزة تأذيني وأنا بدافع عن نفسي. وكم ألم كانوا كافيين إن هم يقعدوها في الأرض بتعيط وعينيها متعلقة فيا باستغراب. وطيت على الأرض وخدت السكينة وطلعت موبايلي واتصلت على حامد أخوها وطلبت منه يجي على البيت فورا. بعدها بصيت حواليا يمين وشمال في الأوضة، ولما اطمنت إن مفيش حاجة ممكن تأذي نفسها بيها سبتها وخرجت وقفلت الأوضة عليها. بعد أكتر من نص ساعة جرس الباب رن. على الرغم من إني كنت عارف إن اللي جاي حامد، بس ما كنتش عارف هواجهه إزاي باللي عاوز أقوله له. فتحت الباب ورحبت بيه ودخلته وقعدنا سوا في الريسبشن. فضلت باصص له وساكت لحد ما هو فتح الكلام وقال لي: في ايه؟ جايبني على ملا وشي من الصبح ليه؟ هي نورة جرالها حاجة؟ اهدى كده علشان تفهم اللي هقوله.
طب قول ما تلعبش بأعصابي. بصراحة كده نورا، في اللحظة دي سمعنا صوت خبط جاي من على باب الأوضة. كانت نورا بتنادي على حامد وبتضرب الباب برجليها وإيديها. افتح لي يا حامد، محمد حبسني هنا ومن شوية ضربني. حامد برق لي وقام وسابني وأنا بقول له اهدى اهدى بس وأنا هفهمك كل حاجة والله. قرب من باب الأوضة وحاول يفتح الباب وفعلا اكتشف إنه مقفول. ساعتها بص لي حتة بصة ومد ايده وحرك المفتاح اللي كان في الباب وفتح لها، ومع فتحة الباب اترمت في حضنه وفضلت تعيط. أما هو فكان واقف عاجز وكل اللي كان على لسانه وقتها: أنت عملت فيها إيه؟ هي دي الأمانة اللي اديتها لك؟ تعمل فخت أنا كده؟ طب كنت راعي إننا زملاء، راعي العيش والملح اللي طفحناه سوا. يا حامد أنت مش فاهم حاجة. ولا عاوز أفهم، لما أجي ألاقيك ضارب أختي وحابسها في الأوضة أبقى مش عاوز أفهم. يلا يا نورة، يلا غيري هدومك وتعالي معايا، أنت لا يمكن تفضلي معاه ولو لساعة واحدة. حامد بطل جنان، أنا جايبك علشان نحل مشكلة أختك ونعقلها، ما تكبرش الموضوع. أنت مالكش كلام معايا، من النهاردة انسى كل اللي كان بينا. يا ابني ما تبقاش متسرع وافهم. يلا يا نورة خلصي، ولا أقولك تعالي كده، العربية تحت البيت، بس هاتي عليكي أي حاجة. وفعلا في لمح البصر خدها ومشي. ما كنتش عارف أفرح إنه حمل واتشال من فوق كتافي، ولا أزعل علشان بيتي اتهد وهو لسه ما كملش شهرين. كل اللي عملته إني قفلت على نفسي بعد ما مشيوا وقعدت في الشقة، وما فاتتش ساعة ولقيت أمي بتتصل عليا. كنت متوقع السيناريو اللي هيحصل وعلشان كده ما ردتش عليها، بس بعد شوية وعلشان أريح نفسي قفلت التليفون وسبته في الشقة وخدت مفتاح العربية ونزلت. فضلت طول اليوم في الشارع، مش عاوز أروح البيت ولا قادر أروح الشغل، ماليش نفس الحاجة. إحساس الفشل كان متملك مني لأقصى درجة، وعلى الساعة 3:30 الفجر كنت خلاص جبت أخري. رجعت على شقتي، فتحت موبايلي وبعت لأمي رسالة طمنتها فيها عليا وعرفتها إن أنا مش قادر أتكلم دلوقتي. بعدها لقيت رجلي واخداني للأوضة، قربت من الناحية اللي كانت بتنام فيها وفردت جسمي في نفس المكان. كان نفسي غمض عينيا وفتحها ألاقي كل اللي حصل ده كان مجرد كابوس وانتهى، ونورا نورا نايمة جنبي وإحنا كويسين مع بعض. بس للأسف لما فتحت عيني لقيت باب الدولاب بيتفتح وبيتقفل مع نفسه. في الأول فكرت أني بحلم أو حاجة، فتعدلت في قعدتي وفركت عينيا كذا مرة. ساعتها فعلا لقيت باب الدولاب مفتوح مع أنه أصلا كان مقفول لما دخلت الأوضة. طب إزاي ده حصل ومفيش حد غيري في الشقة؟ ومن هنا وفجأة النوم طار من عيني، طار لأني كنت أول مرة أحس بالخوف وبالشكل ده. حاولت أبرر لنفسي أن الحالة اللي أنا فيها دي إحساس بالذنب لأني مديت إيدي على نورة، وده عمره ما كان من عادتي. وعلشان أهدى قمت عملت قهوة، بس فجأة وأنا ماسك الفنجان في إيدي وداخل الأوضة تحديدا وأنا واقف قدام الباب ولسه هفتحه، سمعت حد بيتكلم جوه. إيه ده؟ مفيش حد في الشقة غيري، يبقى أكيد حرامي. حطيت القهوة على الأرض ودخلت المطبخ، جبت السكينة وقلت ألوش الحرامي بيها علشان أكيد هيبقى معاه سلاح. وبسبب تخميني فهمت ساعتها حكمة ربنا في كل اللي حصل. ربنا أراد إني أتخانق مع نورة وتمشي من البيت علشان ما تعيش اللحظة دي. مديت إيدي على كالون الباب بتاع الأوضة وكنت لسه سامع الصوت، بس لما دخلت ما لقيتش حد. قلبت الأوضة وما كانش فيه أثر لأي مخلوق، بس إزاي؟ أنا لسه سامع الصوت. كنت هتجنن لدرجة إني بقيت ألف حوالين نفسي وأنا بتكلم بصوت عالي: مين اللي هنا وإيه اللي بيحصل؟ في اللحظة دي فكرت إن يمكن في حد مركب سماعة في حتة في الأوضة وقصد ده كله علشان يطفشنا أو يجننا. بس ليه؟ ده لا أنا ولا مراتي أذينا حد. بس ثواني كده، في صوت. مشيت ورا الصوت لحد ما وصلت للدولاب، نفس المكان اللي نورة بتقول إن في صوت خبط طالع من جوه منه. فتحت الدولاب وأنا إيديا بتترعش، كان الجنب اللي فيه هدوم نورة. وساعتها اتصدمت لما لقيت فستان الفرح بتاعها عليه بقع حمرة وكبيرة. قربت من الفستان بحذر وأول ما لمسته
سمعت صرخة خلتني أشهق ورجعت لورا كم خطوة وأنا مخضوض. كل اللي طلع عليا بعدها أني قلبت الدولاب علشان أوصل لمصدر الدم ده، بس للأسف ما كانش فيه حاجة. فضلت حاطط الفستان بتاعها قدامي وقاعد على الأرض ومش قادر أرفع عيني من عليه. أنا مؤمن بربنا بس مش بصدق في حكاية الأعمال والجو ده، بس يظهر إنها في الآخر هتطلع كده. ما كنتش عارف المفروض هعمل إيه. أنا خايف أدخل في دوامة ملهاش آخر، ووسط كل العك ده ما كانش قدامي حل تاني. أنا لازم ألجأ لحد يساعدني بس يكون أمين، مش حد من اللي بيلعبوا بالبيضة والحجر. وحصل، عملت كام مكالمة وأنا قاعد نفس قعدتي دي لحد ما جابولي رقم راقي شرعي متخرج من الأزهر، راجل كل الناس بتشكر في أخلاقه وتدينه. كلمته وحكيت له على كل اللي حصل معايا، وبصراحة كنت متحفز لأي كلمة بيقولها. بس اللي كان غريب بالنسبة لي إنه ما قالش حاجة ممكن تكون غلط أو عك، وكل اللي حصل منه كان عكس توقعاتي. في الآخر طلب مني إنه يجي يشوف الشقة، وساعتها خدت عنوانه ونزلت علشان أجيبه. ولما وصلنا الشقة ودخل الأوضة، قربت من الفستان وشلته علشان أوريهوله. بس اتصدمت لما ما لقيتش أي أثر لبقعة الدم. كنت واقف شبه العيال الصغيرة اللي مش عارفة تفسر اللي حصل لها. بس هو مسك الفستان بإيده وفضل يقرأ آيات معينة، ولقيته بعدها قال لي في حاجة ظهرت عليها دم غير ده. لا مفيش، ومش عارف الدم راح فين وإزاي البقعة اختفت. طيب خير، ما تقلقش، عندك ملح أكيد. طبعا في المطبخ. تمام، أكون شاكر ليك لو تجيب لي منه شوية في طبق. جبت له الحاجات اللي طلبها، وساعتها طلع إزازة صغيرة من جيبه. أول ما فتحها عرفت إنها مسك من ريحتها. نزل منها نقطتين على الملح وخلطه بإيده، وبعدها قرأ آيات معينة من القرآن. ولما خلص خد شوية من الملح اللي بالمسك ده ورشه جوه الدولاب، وبعدها فضل واقف شوية يقرأ بصوت عالي، قرأ آيات مختلفة. ولما خلص لف وقرب من الفستان ومسك شوية ملح بإيده ورماهم عليه. بس في حاجة كانت غريبة في الفستان، زي ما يكون في حاجة محبوسة جواه ومش عارفة تخرج. الشيخ ساعتها ابتسم وفضل يقرأ ويرش بإيده الملح على الفستان، وفجأة عينيه دمعت وداخ، ولقيته بيقول لي امسك الطبق ده عني شوية. بعدها قرب من الفستان وبدأ يفك الشال اللي كان عليه من فوق. الشال كان معقود عقدة صعبة قوي، حسيت ان الشيخ بيجاهد علشان يفكها، لدرجه اني قلت له طب تحب اساعدك؟ لا 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 لا، خليك بعيد لا تتاذي، انا محصن نفسي. واخيرا فك العقده وحط الشال جنب الفستان وكرر نفس اللي حصل. بس فجاه الكهرباء قطعت، وحسيت ان جسمي ساعتها كله بيتنفض. انا ما كنتش فاهم حاجه، بس لما النور رجع كانت الدنيا هادية خالص. بعد كده الشيخ نزل على الأرض وحط إيده على الفستان وقرأ كذا آية، وبعدها كرر نفس اللي حصل مع الشال، وفي الآخر شاله من على الأرض ومدي لي إيده بيه وقال لي شوف البتاع ده بتاع مين واطلب منه الحقيقة. الشال ده بتاع مراتي، هيكون بتاع مين يعني؟ خلاص اطلب منها الحقيقة واطمن، كل حاجة مرهونة بالحقيقة، لو وصلت لها كل ده هينتهي. أنا مش فاهم يا شيخ، يعني هي عاملة سحر على الشال ولا إيه؟ ما ينفعش أقول لك حاجة، بس روح لمراتك واسألها جابته منين وبتاع مين. بتاعها يا شيخ؟ هو إيه اللي جابته منين وبتاع مين بتاعها؟ اسمع الكلام يا ابني، أنا كده خلصت دوري والباقي عندك. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش، ربنا يهدي سركم يا ابني. حاولت أراضيه بقرشين بس هو رفض. ساعتها نزلت أوصله زي ما جبته، خدت الشال معايا ويدوب نزلته وطلعت على بيت نورة. ما كنتش عارف هواجهها ازاي، وأول ما خبطت فتحت لي حماتي، وكان واضح إنها مش طايقاني. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟
أنا كويسة، بس أنت إيه اللي جابك؟ ما ينفعش نتكلم على الباب كده، ممكن أدخل؟ اتفضل. قعدت في الصالون وما كنتش قادر أرفع عيني فيها، بس أخيرا اتجرأت وسألتها على نورة. هي نورة كويسة؟ لسه ليك عين تسأل عنها؟ مش عارف أقولك إيه، بس صدقيني هي اللي في إيديها تفسير كل اللي حصل. يا سلام، تفسير إيه يا ابني؟ ده أنت عدمها العافية. طيب ممكن تسمعي مني وتناديها وأنا هعملها كل اللي هي عايزاه؟ ما أعتقدش إنها ممكن ترضى تقابلك. طيب افتكري لي أي موقف حلو وحاولي علشان خاطري تقنعيها تقابلني. سكتت شوية وبعد كده قالت لي: حاضر، استنى، مع إن حامد محرج عليا والله لا خليك تكلمها ولا تشوفها. معلش، كل حاجة هتتصلح بإذن الله، أنا ما استغناش عن نورة، بس الموضوع كبير وإحنا لازم نفهمه. بعد شوية رجعت ونورة وراها، قعدت على الكرسي اللي في وشي وما كنتش عارف إزاي أنا عملت فيها كده. الكلام ما كانش راضي يطلع مني، بس أخيرا اتشجعت وقلت لها: أنتي كويسة؟ ما ردتش عليا، بس ساعتها حماتي قامت دخلت جوه علشان ما يبقاش فيه إحراج ليا. حقك ما ترديش عليا، بس قوليلي أنتي جبتي البتاع ده منين وإيه اللي وراه؟ بصت لي باستغراب وضيقت عينيها وركزت فيه: الشال ده كان هدية من علياء أختي. أيوة، يعني هو بتاعها ولا هي اشترتهولك؟ لا، بتاعها وعجبني، بس معرفتش أجيب زيه، وقبل الفرح هي اديتهولي هدية. طيب يبقى الحقيقة مع علياء مش معاكي. حقيقة إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. حكيت لها كل اللي حصل من أوله لآخره، وبعد ما حكيت ردت وقالت لي: يعني كان لازم يحصل كل ده علشان تصدقني وتجيب شيخ يشوف سبب للي احنا فيه؟ أنا آسف يا نورة، حطي نفسك مكاني، كل يوم والتاني بشوف بلاوي بسبب الدجل والأعمال والسحر، وآخرهم الست اللي قتلت بنتها وقالت إن ده أمر إلهي. لازم تفهمي موقفي. أنا مش عارفة أقولك إيه، حقيقي مش لاقية كلام أقوله. ما تقوليش إلا إنك تشوفيلي علياء فين، وما تجيبلهاش سيرة أي حاجة، وآه ما تقوليش حاجة لماما لحد ما نشوف الحقيقة. حاضر، اللي تشوفه. دخلت جوه وبعدها رجعت وقالت لي: كانت عند صاحبتها ورجع في الطريق. قعدنا مستنيينها واحنا ساكتين، وأول ما وصلت وشافتني ارتبكت ولقحت بالكلام على نورة وهي معدية: ناس ما بتجيش إلا بالضرب، وحتى الضرب واضح إنه بقى عاجب. ناديت عليها فوقفت في نص الممر ولفت لي وهي رفع حاجبها: علياء، ممكن ثواني؟ ايه، ما كفكش اللي عملته فيها؟ عايز تكمل عليا انا كمان ولا ايه؟ لا، الموضوع مش كده، تعالي انا عاوزك في حاجة اكبر من الضرب. خير، جيت اهو، عاوز ايه؟ اقعدي يا عليا، عاوز اتكلم معاكي شوية. مش فاضية، انجز وقول عاوز ايه، خلصني. مالك عليا، وشك اصفر وشكلك خسة كده ليه؟ تيجي تعبانة ولا ايه؟ مالكش دعوة، تعبانة ولا سليمة ما يخصكش. طيب انا اسف ان انا قلقت عليكي، بس تقدري تقولي لي ايه ده؟ ارتبك التاني وفركت ايديها في بعضها وبصت لنورة، كان واضح انها مش عارفة تجاوب وبتدور على حاجة مقنعة تقولها. وبعد سكوت وارتباك نطقت اخيرا: هيكون ايه يعني؟ شال، هو انت مش شايف؟ ايوه شايف، شايف انه شال، بس عاوز اعرف الحقيقة اللي وراه. أول ما سمعت الجملة دي وقعت من طولها، خدناها وطلعنا نجري بيها على المستشفى. كنت أنا ونورة ومامتها واقفين مستنين الدكتور يطمننا عليها، بس حامد لما وصل كان منفعل قوي ومسكني من هدومي وزقني على الأرض: إيه؟ ما تبعد عن إخواتي بقى، هو أنت ما كفكش اللي أنت عملته في نورة؟ جاي تكمل بعلياء؟ حامد أنت مش فاهم حاجة، إهدى، مش عايزة تنيل، أفهم وابعد عننا بقى. في اللحظة دي قطع كلامه خروج الدكتور من أوضة الكشف، ومع خروجه بصلنا وقالنا: الحمد لله ما تقلقوش، ضغطها بس اللي كان عالي شوية وإحنا ركبنا لها المحاليل والدنيا هتبقى تمام، ما تخافوش، هي هتبقى كويسة هي والجنين. كلنا برقنا له وقلنا له في نفس واحد:
جنين؟ جنين ايه؟ رد الدكتور علينا وقال لنا انتوا ما كنتوش تعرفوا انها حامل ولا ايه؟ دي حامل في التالت، يعني لازم تهتموا بيها اكتر من كده، الشهور دي صعبة. ساعتها حامد زق الدكتور ودخل لها، بعدنا عنها بالعافية وهو بيخنقها وبيقول لها انطقي حامل منين ومن مين؟ حامل في تلات شهور ازاي؟ ردت عليه علياء وقالت انا حاولت من اول ما عرفت اخلص منه، بس نفسي ما هنتش عليا وخفت اموت او اتفضح، علشان كده كنت بتسعي على اي شغل برا مصر. انطقي انطقي وقولي مين ابو الزفت ده او الزفته اللي في بطنك، والا قسما بالله هجيب اجلك. مش موجود، مات خلاص، راح. ده غير انه اصلا ما كانش عاوزه ولا معترف بيه. انت بتقولي ايه؟ قوليلي مين وانا هجيبه تحت جزمتك. الزفت ده لازم يتنيل ويصلح غلطته. مرضيش يا حامد، مرضيش، وعلشان كده انا انت ايه؟ قتلته. قتلت مين يا علياء؟ قتلت ياسين. ياسين مين؟ احكي لكم كل حاجه بس وعدوني تسامحوني، وانت يا نهوره ومحمد ارجوكوا سامحوني، انا الغل كان عاميني. احكي وخلصي قبل ما اخلص عليكي. ياسين ده معايا في الشغل، كنت معجبه بيه وحاسه انه بيبادلني نفس المشاعر، لحد ما شاف نوره لما جات لي كذا مره الشغل، وساعتها بدا يسالني عنها باهتمام. عرفته انها مخطوبه وحاولت اخليه يشوفني، وفعلا نجحت وحبني، او كان مبين لي انه بيحبني علشان ياخد غرضه. وبعد الحب اتجوزنا عرفي، وبعدها باسبوعين بدا يتهرب مني وما يردش على تليفوناتي، حتى في الشغل طلب ان هو يتنقل للفرع اللي في بلده، اصل ياسين من القاهره وكان شغال في فرع الشركه اللي في اسكندريه مؤقتا. وقبل فرحك يا نور عرفت اني حامل، اتصلت بيه وحاولت افهمه اللي حصل، بس هو اتجنن لما عرف انك هتتجوزي، وعايرني باني رخيصه وسهله، قال لي كلام كتير قوي وجعني، وعلشان كده خنقته. ايوه خنقته بنفس الشال اللي جابهولي هديه اول ما اتجوزنا. ومش بس خنقته، انا رميت جثته في البحر علشان ما يبقاش عليا حاجه، خفت اتخلص من الشال لا يوصلولي عن طريقه، وعلشان كده اديتهولك هديه. بس انا ما كنتش اعرف انه هيبقى سبب في شقلبه حياتك. انا حاولت اخلص من اللي في بطني وابدا حياتي من اول وجديد وارمي اللي عدى، بس واضح ان كل حاجه لازم تبان وتتكشف. بعد ما قالت كده شديت حامد على جنب وقلت له مش واخد بالك ان نفس الطريقه اللي علياء اتخلصت بيها من جثه ياسين هي تقريبا نفس الطريقه اللي ماتت بيها الجثه اللي لقيناها من فتره؟ حامد غمض عينيه وقال لي طلع قرار ضبط واحضار لعلياء يا محمد، هي معترفه بلسانها باللي حصل كله. برقت وانا مش مستوعب ان القضيه اللي حيرتنا طول الفتره دي كلها يبقى الجاني فيها قريب قوي مننا واحنا مش شايفينه، واللي حصل بعدها حاجات كتير قوي. علياء اتقبض عليها، وحماتي للاسف جالها جلطه، حامد استقال من شغله وانا اتصالحت انا ونوره، وبالنسبه لعلياء بقى فهي لسه بتتحاكم وقضيتها ما اتحكمش فيها. وبس كده، أتمنى تكون القصة عجبتكم. لفة كبيرة وأحداث صعبة، وفي نفس الوقت عمالة تشككك في كل اللي حواليك. أنا أصلا في البداية كنت متخيل أن محمد هو اللي ورا الموضوع، كنت مفكره كمان هيقعد يحكي لحد القصة دي كلها علشان يطلع نفسه يعني منها، ولكن اكتشفت أن الموضوع غريب خالص يعني. بشكر ليزا زغلول جدا على كتابتها للحلقة دي، وبشكر حضراتكم أن أنتوا صوتوا لحد هنا. طبعا اللايف هيبقى يوم السبت إن شاء الله الساعة 10 بالليل أو 9:30، لسه هنحدد يعني وهنكتب في البوست ونقول لكم، ولكن على ما تنزل القصة دي هنبقى النهاردة كده الخميس، بكرة الجمعة نعلن يوم الجمعة إن شاء الله عن إنه اللايف يبقى يوم السبت. أنا مش عاوز أخليه الجمعة علشان إحنا هنبقى لسه منزلين القصة النهاردة، فبالتالي تاني يوم على طول كده هتبقى يعني مش لطيفة، فخلينا يوم السبت بحيث يبقى في فرق كده ما بين القصة واللايف والقصة اللي بعدها. واللي عنده أي سؤال عايز يسأله في اللايف وممكن ما يبقاش موجود يكتبه في الكومنتات بتاعت البوست اللي هينزل على اليوتيوب، وفي نفس الوقت البوست برضه هينزل على الفيسبوك في الجروب، يدخل يكتب السؤال اللي هو عايزه يا إما على اليوتيوب يا إما على
الجروب بتاع الفيسبوك، يا اما برضو هنسيب اسئله موجوده في الستوري بتاعت الانستجرام، فاحرص ان انت تكون موجود هناك كمان تسال السؤال اللي انت عايزه في الستوري اللي هننزلها يوم الجمعه. وبس كده، اتمنى تكون القصه عجبتكم. ما تنسوش لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتنضموا لجروب عائله الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس. يلا بينا نكمل بقى النص مليون، خلاص قربنا عليها ان شاء الله، يعني ما بقاش كتير، فنشد حيلنا شويه ونشير القصص شويه، وان شاء الله نوصل للنص مليون قريب، وهيبقى فيه عده مفاجآت محترمه يعني وقت ما نوصل ان شاء الله للنص مليون. لا تنسوا اخواتكم في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان من دعواتكم، وفي كل الاماكن اللي المسلمين مستضعفين فيها ربنا ينصرهم عن قريب. وبس كده، اشوفكم الحلقه اللي جايه، وتصبحوا على خير.